العيون اليقظة تسعى إلى المعرفة، فالتأمل في التاريخ والليتورجيا في كنيسة القيامة خلال فترة الصوم هو إحدى الطرق للانخراط بعمق في سر هذا المكان المقدس. والمركز الفرنسي للدراسات البيبلية والآثار الواقع في دار الآباء دومينيكان في القدس يدعم تنظيم مؤتمرات متاحة لعامة الناس بغية طرح موضوعات مختلفة على مدار العام. وفي بداية موسم الصوم يبرز موضوع كنيسة القيامة كمكان مقدس ومهم. We are now here in the hall of the École biblique en archéologie française of Jerusalem, which has been created a long time ago. تأسست المدرسة الفرنسية للدراسات البيبلية وعلم الآثار في القدس عام 1890، حيث نرحب بالطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بدورات بيبلية وتاريخية وأثرية، ونسعى لتقاسم النتائج البحثية مع الجمهور مرتين في الشهر. Our friends and general public to come to listen to some different topics, archaeology, history, biblical studies. كان الأخ ستيفان ميلوفيتش الفرنسيسكاني المتحدث في الأمسية، وفي معرض حديثه قال: ثمة فصح يومي في كنيسة القيامة، فتقويم الليتورجي لا يقرره الزمان والتاريخ فحسب، بل المكان أيضا، وخصوصا في المزارات. لهذا السبب تعتبر ترتيلة هاليلويا وإعلان إنجيل الفصح في القدس أيام الآحاد خلال فترة الصوم جزءا من ليتورجيا الصوم. ومثل ما يتجسد الفصح في القدس طوال العام، يتجسد الميلاد في بيت لحم كل يوم أيضا. ففي الأماكن المقدسة تتميز الليتورجيا بأنها لا تقتصر على الزمن الليتورجي الذي يحتفل به في الكنيسة. أقيمت كنيسة القيامة في المقام الأول للعبادة والتبجيل، فالمسيحيون من جميع أنحاء العالم يأتون إليها لأن المسيح قام من هنا، وهم يأتون ليروا القبر الفارغ. والانطباع الأول يلهم الحجاج لتبجيل المكان، ويمكننا أيضا أن نحتفل بالحدث من خلال الليتورجيا لتبجيل هذا المكان. هذه فرصة لتحليل تاريخ كنيسة القيامة والتعرف على الحقائق المثيرة للاهتمام. فالكنيسة برمتها مليئة بأماكن التبجيل، إضافة إلى مبنى القبر المقدس. فنحن نوقر الجلجلة وحجر الطيب وعمود الجلد وكنيسة القديسة هيلانا، حيث عثر وفقا للتقليد على صليب المسيح. بالرغم من أن المواقع المقدسة للكنيسة تقع ضمن مسؤولية الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية واليونانية والأرمنية والقبطية والسريانية، إلا أن المواقع المقدسة تحظى بتقدير الجميع، فالكل يحتفلون بسر القيامة الذاتي على الرغم من اختلاف الطقوس. هناك أيضا تقاليد مشتركة للجميع مثل الموكب حول القبر، فالنقطة المحورية هي دائما المسيح القائم، وجميع الاعترافات الأخرى تدور حول شمس واحدة. وأولئك الذين حضروا المؤتمر في هذا المكان يعدون أنفسهم لعيش الأسبوع المقدس. أحببت المؤتمر حيث أتيحت لي فرصة العيش في دير ركاد السيدة العذراء، فتم تفرق بين التكهن بالمكان المقدس والاحتفال فيه بدعم من الدراسات التاريخية والتقاليد، حيث نحتفل بالنصوص الليتورجية في المكان الذي جرت فيه الأحداث.